اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تغلق اليوم باب تلقي طلبات التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، والمزمع إجراؤها يومي 26 و27 من مايو الجاري. رئيس الوزراء إبراهيم محلب يسلم رسالة إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية من الرئيس عدلي منصور حول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والإفريقية وتطورات الأوضاع على الساحة المصرية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن ترشيح روبرت ستيفن بيكروفت سفيراً للولايات المتحدة لدى مصر. المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر تعيش مرحلة دقيقة في تاريخها، ولن يكون مجدياً أن يتصدى شخص بمفرده لمواجهة مشكلات وتحديات الوطن، وذلك خلال استقبال وفداً من المستثمرين ورجال الصناعة. البابا توادروس يصل الإمارات في زيارة لمدة 5 أيام، ويلتقي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وزيرة البيئة تقدم شهادتها بالمحكمة غدا في دعوى وقف استخدام الفحم. رئيس لجنة الشرق الأدنى بالشيوخ الأمريكي ثورة يونيو في مصر خطوة إضافية لتحقيق الديمقراطية.